لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا أمين سر حركة فتح في القدس السيد شادي المطور. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك. يعني صورة المشهد الآن في باحات المسجد الأقصى، كيف تتابعونه؟ وكانت حركة تحرير فتح دعت إلى النفير العام أمس وشد الرحال الأقصى لمواجهة اقتحامات مزمعة للمستوطنين هذا اليوم. يعني حكومة الاحتلال وبدرعة قطعان من المستوطنين وماضية في سياسة تثبيت أمر واقع وهو التقسيم الزماني، ونحن الآن لا نتحدث عن التقسيم الزماني، الاحتلال الآن يمارس التقسيم الزماني في المسجد الأقصى حينما منع قطعان المستوطنين من دخول المسجد الأقصى في العشر الأواخر لشهر رمضان، والآن عاد السماح لهم لفترات زمنية ما بين ساعات الصبيحة وساعات الظهر. نحن نقول بأن ما يحمي المسجد الأقصى هو ما شاهده العالم اليوم، هم أبناء شعبنا الفلسطيني المتواجدون في ساحات المسجد الأقصى، ونحن نقول أن كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى هو سلاح استراتيجي في حماية المسجد الأقصى. ونحن شاهدنا اليوم كيف عندما كان أعداد المرابطين كبير تغير مسار قطاع المستوطنين، ولو كان العدد أكبر لا تراجع هذا الاحتلال عن الاقتحامات. نحن نقول بأن على علماء وعلى المرجعيات الدينية إعلان صلاة الضحى هي فرض عين على كل أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى كل مسلم يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى. الاحتلال يختار الساعات التي لا يوجد فيها صلوات ومن أجل تنفيذ مخطط الاقتحام. نحن نقول بأن هذه الساعات صحات الصباح التي لا تكون هنالك فرض للمسلمين في الصلاة فيها أن تكون صلاة الضحى كما فعل اليوم المرابطون، وكانت أطول صلاة ضحى في التاريخ، واستمر المرابطون يصلون هذه الصلوات حتى يمنعون بصلواتهم بسجادات صلاتهم بأدعيتهم اقتحام المسجد الأقصى. هنالك خطر شديد على المسجد الأقصى، نحن تجاوزنا مرحلة أن نقول أن الأقصى في خطر. الآن الاحتلال ينفذ سياسة التقسيم الزماني وهو ماضي إلى التقسيم المكاني. يجب على كل أبناء شعبنا الفلسطيني أن يراهنوا على إرادتنا الشعبية، هذه الإرادة الشعبية التي انتصرت في البوابات وانتصرت في باب الرحمة وانتصرت في الشيخ جراح وانتصرت في الخان الأحمر، هي التي تستطيع أن تنتصر أيضا مرة أخرى في ساحات المسجد الأقصى. نحن لا نريد هذه الاقتحامات، هذه ليست زيارات. الاحتلال اليوم جند آلاف من قوات الشرطة واليسام والوحدات المختارة لتأمين قطعان المستوطنين، لذلك فهذا هي هنالك دليل واضح بأن هذه لدى الاحتلال أطماع داخل المسجد الأقصى، ووقف هذه الاقتحامات قد يزيل الخطر عن المسجد الأقصى. لذلك مطلوب مننا جميعا ألا ننتظر أن يقسم المسجد الأقصى مكانيا، يجب صد هذه الاقتحامات ووقفها، وليعلم الجميع بأن هذه الاقتحامات هي اقتحامات ذات مغزى لتقسيم المسجد الأقصى. الانتصار ليس بأن قوات الاحتلال في منعها اليوم لقطعان المستوطنين في رفع الأعلام كالضر الرمل في العيون، هذا ليس انتصارا، هم يريدون أن يجسدوا أمرا واقعا جديدا، التشريع الاقتحامات، وهذه الاقتحامات لها ما بعدها. لذلك يجب رفض هذه الاقتحامات، وكل من يتحدث عن استقرار وهدوء وعليه أن يوقف هذه الاقتحامات ويعود المسجد الأقصى لأهله وناسه. هذا المسجد الأقصى لأصحابه الحقيقيين، أي قانون في العالم نمنع نحن أصحاب هذا المسجد ويتخذ بحقنا قرارات إبعاد، ويتخذ هنالك مئات من الشبان في سجون الاحتلال بتهمة حب المسجد الأقصى، هنالك المئات فقدوا أعينهم وهم يسجدون لله في مسجدهم، ويسمح لقطعان مستوطنين غرباء جاءوا من شتى أنحاء العالم ويسرعوا دخولهم ويكون لهم في هذا المسجد. هذا المسجد الأقصى هو تاريخيا وبقرار رباني لنا، نحن نقول بأن شد الرحال لكل فلسطيني لكل مسلم. شاهدنا اليوم الجزائرية الحرة التي تحمل جنسية فرنسية كيف كانت من المرابطين، كل مسلم عربي يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى
كل فلسطيني يستطيع على المسجد الأقصى، هذا هو السلاح الوحيد أكيد. لحماية المسجد الأقصى. نعم، يعني سيد شادي كما ذكرت حضرتك تطورات خطيرة ومتسارعة في المسجد الأقصى تنفذها سلطات الاحتلال في الساعات الأخيرة استمرارا لما قد تم في شهر رمضان المبارك. اليوم يتم الاعتداء على المصلين وإخراجهم منه، الاعتداء على كوادر حركة فتح وشبابه، خطورة هذه السياسة برأيك؟ دعنا نقول بأننا في حركة فتح جزء أصيل من أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن أكرمنا الله أن نكون في مقدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن متواجدون في مدينة عارة لنشارك في جنازة الأسير كريم يونس منذ 40 عاما ونضال شعبنا الفلسطيني، ومنذ ثورة البراق والنضال مستمر والراية تسلم من جيل إلى جيل. نحن نقول بأننا سنبقى مستمرون في هذا النضال والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، وسنبقى في مقدمة صفوف شعبنا الفلسطيني، ولن نستسلم ولن نرفع راية. يعتقد الاحتلال بأن بهذه البطش بالبطش والقبضة الحديدية والاعتقالات والقرارات الجائرة بأنه سيفرغ المسجد الأقصى، ولكن نحن شاهدنا في يوم واحد أصدر الاحتلال قرار بإبعاد أكثر من 500 شاب من المسجد الأقصى، وشاهدنا أن ساحات المسجد الأقصى ما زالت تنعم بالمرابطين القابضين على الجمر. نحن نقول يجب على أبناء شعبنا الفلسطيني الوصول إلى المسجد الأقصى وشد الرحال، وأن تكون صلاة الضحى كصلاة ليلة القدر وصلاة العيد، هذا ما يمنع الاحتلال وهذا ما يسجل للانتصار. كما انتصرنا سابقا سننتصر لاحقا، ونحن نقول بأن المسجد الأقصى محمي بحماية ربانية وهو لنا بقرار رباني، وهنالك وعد أن ندخله كما دخلناها أول مرة. الخوف ليس على المسجد الأقصى، الخوف علينا نحن، ما نحن فاعلون في هذا الزمن الذي يحاك له كل هذه المسائل للمسجد الأقصى. هذا الاحتلال احتلال أرعن فاشي عنصري، الإرادة الشعبية هي السلاح الاستراتيجي في ظل صمت العالم وفي صمت الدول العربية والإسلامية. نحن نراهن على إرادة شعبنا الفلسطيني، وكما راهننا سابقا نراهن أيضا في هذه الأيام لردع هذا الاحتلال ولجن هذا الاحتلال، وسنبقى كما عهدنا أمتنا العربية والإسلامية وعهدنا الله بأن نبقى حراس المسجد الأقصى، سنبقى حراس المسجد الأقصى. ويعتقد الاحتلال بهذه القبضة الحديدية وهذا البطش أنه سيفرغ المسجد الأقصى، نحن نقول للاحتلال جاهزون لدفع جميع الأثمان من أجل المسجد الأقصى، ولن تمر هذه المخططات وستعود حيث أتيتم، ونحن أصحاب هذا المكان وسيبقى لنا المكان. اليوم المشهد في المسجد الأقصى، عشرات المستوطنين يحملون الأعلام الإسرائيلية، يطلقون هتافات ضد المسلمين أو ضد الفلسطينيين، هتافات عنصرية في محاولات فرض السياسة أو السيادة على المسجد الأقصى، وهناك تحذيرات من مخاطر حرب دينية. سيد شادي، نحن نقول بأن ما يقوم به شرطة الاحتلال هي مصلحية وتبادل الأدوار بين قطعان المستوطنين وأفراد الشرطة كلهم ماضون في مخطط واحد. ما أراد تصديره الاحتلال بأنه يمنع إخراج الأعلام الإسرائيلية من قطعان المستوطنين، هو يريد أن يثبت في ذهنيتنا بأن الاقتحام شرعي وأن تواجد قطعان المستوطنين شرعي، وفي مراحل قادمة سيسمح لهم بذبح الخرفان وسيسمح لهم برفع العلم، ولكن هو اليوم يريد أن يثبت شيء واحد، هو أن هنالك تقسيم زماني، أن هنالك شرعنا للاقتحامات. هذا التبادل بين الشرطة وقطعان المستوطنين بقرار من حكومة اليمين وبدعم من كل الأحزاب الصهيونية من أجل تثبيت لهم حق وتزوير التاريخ، هم يمارسون الآن أكبر عملية تزوير بالتاريخ. هنالك حفريات أسفل المسجد الأقصى، هنالك مخططات لحدائق ثورية، هنالك مخططات لترحيل أحياء كاملة من المدينة المقدسة حتى تكون هذه المدينة يهودية. ونحن شاهدنا أيضا بالأعياد المسيحية كيف حاول الاحتلال تسجيل نشر مشهد بأنه صاحب السيادة وهو يسمح وهو يعتدي على المصلين المسيحيين والمسلمين، هو يريد هذه العاصمة عاصمة يهودية، هو يمهد للأعوام القادمة بأن تكون هذه المدينة في تاريخ مزور عاصمة للشعب اليهودي ويخفي كل معالمها العربية والإسلامية. ونحن نقول بأن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة سيبقان الشاهدان التاريخيان على عربية وإسلامية المدينة المقدسة، وستفشل كل هذه المخططات، ولكن نحتاج اليوم إرادة شعبية لحماية مسجدنا وحماية مدينتنا المقدسة. أمين سر حركة فتح في القدس سيد شادي المطور، شكرا على مشاركتك وعلى كل هذه التفاصيل.